النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، حيث ينسب إليه أنه يسهم بتوفير قدر كبير من الوظائف في الداخل، كما أنه يعد من المصادر المهمة للحصول على النقد الأجنبي من الخارج. وتعد السياحة الروسية أحد أهم مصادر التدفقات السياحية إلى مصر، كون السياحة الروسية احتلت الصدارة خلال السنوات العشر الأخيرة قبل عام 2015. وتمثل عودة السياحة الروسية أهمية كبيرة لصناعة السياحة المصرية، إذ شكلت 33% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر عام 2014 بوصول 3,100,000 سائح روسي. استفادت منهم خزانة الدولة المصرية بنحو 1,900,000,000 دولار، وذلك وفق إحصاءات وزارة السياحة المصرية في مطلع عام 2015. السياحة عامة في مصر هي حاجة مهمة جدا للدخل القومي، وبصفة عامة السياحة هي تاني أكبر دخل قومي للعملة الصعبة في مصر. أما بخصوص الغردقة، فالسياحة كمدينة زي مدينة الغردقة مدينة سياحية، فالسياحة هي الدخل الأساسي لمدينة الغردقة. أما بقى الملف الروسي ده مهم جدا لينا في مدينة الغردقة أو المدن السياحية بمجمل، لأن احنا عارفين تعداد روسيا كبير. كآخر تقرير لتعداد سكان روسيا تقريبا 145 مليون مواطن روسي، كانوا بنشتغل في 2011 وما قبل 2011 كنا بنشتغل بأعداد كبيرة جدا للسياحة الروسية في مصر وعامة في الغردقة. ما بس يعني المجهودات الجبارة اللي بتعملها الدولة والحكومة لتنشيط السياحة وتشجيع السياحة، علشان احنا كلنا عارفين ان السياحة تعتبر من الدخل التاني لمصر كعملة صعبة وكدخل قومي. تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة المناطق السياحية من خلال المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية. تأتي هذه المشروعات استكمالا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية وما زالت من أجل هذا القطاع المهم للحفاظ عليه، خاصة في ظل الظروف العالمية لجائحة كورونا والتداعيات التي نتجت عنها. بنفتح فندق جديد، احنا كان مفروض اصلا نفتح 1/5/2020، بس للأسف نتيجة كوفيد اللي حصل السنة فاتت فتم تأجيل الافتتاح. ليه الوقت ده بالذات؟ هو ده الوقت اللي احنا ابتدينا نشوف فيه، او وقت ما اخدنا القرار كان حوالي من 4-5 أشهر، كان وقتها لسه الويب الثالث ما كانتش ابتدى، وكانت ابتدت في بوادر ان السياحة تشد، والحكومة المصرية كانت تاخد اجراءات انها تشجع، وكان في اتصالات على مستويات عالية مع الدول الاوروبية سواء الدول الشرقية او الدول الغربية، بحيث انه يبتدوا السياحة يجوا مع طيارات عارضة، وكان فعلا في طيارات بتيجي من سويسرا، وفي طيارات بتيجي من اوكرانيا والتشيك وبولندا، وحتى هذه اللحظة كمان في طيارات شغالة سواء في شرم غردقة او مرسى علم. فده اللي شجعنا ان احنا ناخد الخطوة، واحنا ده في سوفت اوبننج، بحيث انه لما تبتدي الدنيا ترجع لطبيعتها نكون احنا مستعدين كاملة لاستقبال الضيوف. اهتمام الدولة اهتمام كبير جدا بمحافظة البحر الاحمر، وده كان يتمثل في زيارة دولة رئيس الوزراء اكتر من مرة في خلال هذا العام، تأكيده على تطوير المدينة، الاهتمام بالامن والنظافة والتشجير وخلق مشاريع جديدة. ده بالإضافة طبعا لاهتمام الدولي، سفراء دول كتيرة جدا جم زاروا المنطقة للتأكد من الإجراءات الاحترازية المتبعة وجدية الأحداث اللي بتحصل والتطور اللي بيحصل في المدينة. فالدولة الحمد لله قامت بازدواج الطريق من سفاجة لمرسى علم،
بحيث انه يساعد في التنشيط السياحي والرحلات السياحيه، الاوتوبيسات والحاجات دي كلها. وقامت ايضا مشكوره بعمل مجهود جبار ان هي وصلت لنا الكهرباء في الحكومه بدل ما نستعمل جنريترز، تم توصيل الكهرباء. ومن ضمن الجهود ايضا اللي ما نقدرش ننساها عشان اعاده الملف والسياحه الروسيه على ارض الواقع هنا في مدينه الغردقه، هو المجهود الجبار اللي بتقوم به المحافظه في تطوير البنيه التحتيه والشوارع في المدينه الساحليه ومدينه البحر الاحمر، سواء طرق مؤديه للفنادق، مؤديه للمزارات الموجوده هنا في مدينه الغردقه. كمان ايضا بنلاحظ التطور والاجراءات الامنيه اللي بدات وزاره الداخليه مع تعاون مع وزاره السياحه ان هي تطبق في الغردقه، علشان كل ده بيصب في عوده السياحه الروسيه بقوه تاني لمصر وبالاخص لمدينه الغردقه. استعدادات البنيه التحتيه اللي اتعملت في المحافظه كانت مجهود كبير جدا، بدا من نهايه العام الماضي الى العام الحالي، وده طبعا ملحوظ في كم الطرق اللي تمت رصفها، وتم الكم الهائل من الكيلومترات من الطرق الموازيه من بالذات بالاخص من سفاجه الى مرسى علم، الميادين في مدينه الغردقه، الاهتمام بالتشجير، الاهتمام بالنظافه، الاهتمام بالاحياء اللي موجوده في محافظه البحر الاحمر وبالاخص في مدينه الغردقه. فدي طبعا هتبقى حاجه مشرفه لكل زائر هيجي يزور البحر الاحمر. انتعاشه كبيره متوقعه سيشهدها القطاع السياحي في مصر جراء الاتفاق الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استئناف الرحلات الجويه الروسيه الى منتجعات البحر الاحمر بعد نحو 6 سنوات من حظر الطيران الى تلك المدن منذ حادثه سقوط الطائره الروسيه فوق صحراء سيناء اواخر اكتوبر 2015. احنا فتحنا اكتر من جهه تسويق في الفترة اللي فاتت بعد ما حضرتك عارف السياحة الروسية كانت واقفة في الفترة اللي فاتت، فتحنا السياحة الصربية، السياحة الكازاخستان، رومانيا شغالة معنا بصورة كويسة جدا. حضرتك عارف بعد الحكومة المصرية ما اعلنت هي بالتوافق مع الحكومة الروسية اللي احنا نرجع تاني نشتغل السياحة الروسية ان شاء الله راجعة في القريب العاجل، خلاص بدأنا ناخد خطوات على ارض الواقع. بدأنا عملنا كونتاكت مع كل شركات السياحة الروسية، بعتنا لهم بروشورات للفنادق بتاعتنا، بعتنا عملنا فيديو كونفرنس بيننا وبينهم، وعملنا ويبنر بيننا وبين ممثلين شركات السياحه الروسيه في معظم المقاطعات الروسيه. الحمد لله جاي لنا الفيدباك منهم او ردود الافعال بتاعتهم، الحمد لله هم طبعا متشوقين لاعاده العمل معانا كسياحه مصريه او الفنادق بتاعتنا اللي تمتعوا. حضرتك عارف ان احنا هنا في مصر نتمتع بجو يفتقد الروس، الشعب الروسي عامة دايما كان بيطالب الحكومة الروسية اللي هم رجعوا تاني، بس الحمد لله يعني في الفترة اللي جاية متوقعين زيادة بصورة ممتازة إن شاء الله. تسويق للقطاع الفندقي تم طبعا بصورة أفضل السنة دي نتيجة إن كان أول حاجة كانت بورصة دبي، وكان بعديها في أوكرانيا، وبعديها كان في أسبانيا، فدي كانت تمثيل مصر فيها كان جيد، رغم ان الاقبال العالمي طبعا ما كانش زي الاعوام السابقه، لكن مصر كانت حاضره والاقبال من الجمهور اللي كان حاضر على الجناح المصري كان ممتاز. احنا حاليا شغالين على الويسترن يوروب اللي هو التشيك والرومانيين والبولنديين، وابتدوا يستمتعوا بالدايفنج. وطبعا الخطه الجباره اللي اتعملت من سياده الرئيس انه خلص مشكله الطيران الروسي، واحنا كلنا في انتظار للسياحه الروسي يرجعوا تاني لمصر، هو ده الامل الكبير ان شاء الله هيساعدنا. استعدت الانشاءات الفندقيه في مدن البحر الاحمر باعتبارها اهم المقاصد السياحيه امام السائح الروسي، لانها بالفعل تستقبل سياحا منذ يوليو من العام الماضي، إذ إن الفنادق كانت تعمل خلال الفترة الماضية دون توقف وجاهزة لاستقبال أي سياحة من جميع أنحاء العالم. غرفة المنشآت الفندقية قامت بدور طبعا إيجابي وحيوي في ربط بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وكان دور فعال بصراحة في أولا في كم المساهمات والمساعدات اللي قدمتها الدولة للقطاع في فترة كورونا، ده بالإضافة طبعا إلى
ان غرفة المنشآت الفندقية دايما كانت الاقدر والاحرص على الغرفة بتاعتها بحيث او المنشآت الفندقية بتاعتها بحيث ان هي دايما التطوير في القطاع. فطبعا المبادرة اللي موجودة من البنك المركزي بالإحلال والتجديد، المعايير الجديدة للتقييم التي هتبتدي وزارة السياحة لجان منها للنزول للتفتيش ابتداء من شهر يونيو القادم، كل الحاجات دي بتساعد القطاع للنهوض وان هو يبقى على مستوى لائق بالسياحة مش بس المحلية لكن بالسياحة الدولية. استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ بناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاستمرار في خطة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا خصوصا في جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي وضعتها الدولة على رأس اهتماماتها ما يجعل العمالة جاهزة لاستقبال السياح بأي أعداد ومن أي دولة بشكل آمن. طبقا لتعليمات وزارة السياحة طبعا احنا بنسكر 50% من الفندق او معنى اخر ممكن ما نعتبرهاش 50% احنا بنعتبرها 25%. فاحنا بنسكن غرفة وبعد ما بتعمل تشيك اوت بنعقمها ونقفلها يومين والجست التاني بيسكن في الاوضه اللي جنبها بالتناوب. يعني الغرفه الاولانيه بتبقى ساكنه اول ما بتعمل تشيك اوت بتتعقم والزبون اللي بعده بيجي في الاوضه اللي بعده وهكذا. كل اوضه بتعمل تشيك اوت بتتعقم وبتبقى مقفوله لمده يومين والزبون بياخد الغرفه اللي بعديها. الاجراءات الاحترازيه تبدا من ساعه وصول الجست للبوابه الخارجيه. اول ما بيوصل للبوابه الخارجيه بيتم اخذ درجه الحراره وبعدين لما يوصلوا البوابه الرئيسيه الداخليه او بوابه اللوبي في الريسبشن بناخد الحراره تاني. واول ما الشنط بتنزل بيحصل لها تعقيم وبنعقم دائما يعني كل شويه في تبخير وتعقيم للاماكن الجلوس والاماكن اللي بيكون متواجد فيها الجسد. زائد طبعا منتشر في كل الاماكن السانيتايزر، زائد حاطين السوشيال ديستانسينج المسافات بالعلامات الخاصة، حاطين زي شيلد على قدام الريسبشن عند المطعم في كل الأماكن اللي يكون فيها كونتاكت بين الجست والموظف بيبقى في شيلد. زائد طبعا ده أساسي جميع العاملين بيرتدوا الماسكات. من أهم الإجراءات الاحترازية اللي احنا بدأناها اوريدي في قطاع السياحة مع تعاون قطاع وزارة السياحة ووزارة الصحة هو تطعيم الستاف بالكامل والعاملين في السياحة سواء شركات سياحة أو عاملين بالفنادق. كمان احنا بنشتغل من ضمن الشروط الإجراءات الاحترازية نسبة الإشغال في الفنادق كلها بقت 50% من نسبة الإشغال، وده بيساعد على عدم التزاحم سواء مطاعم او سواء على حمامات السباحه او كمان على في البيتش. كمان مع الغاء جميع ما هو تاتش وما هو النزيل كان بيمسكه بايده كل حاجه بقت اونلاين دلوقتي تشيك ان اونلاين، لما دخول الغرفه وان الغرفه بتبقى قبلها ب 24 ساعه متعقمه من النزيل اللي قبليه لغايه في المطاعم واجراءات الاحترازيه الموجوده في المطاعم بقياس درجات الحراره او بالموظفين الكلابزات والمسقات الموجوده داخل المطاعم واستخدام ادوات المائده الادوات الاحاديه الاستخدام. دي كلها اجراءات احترازيه احنا بنطبقها في الروتين بتاعنا. الاجراءات الاحترازيه اللي مطبقه في القطاع السياحي والفندقي اجراءات مطبقه بصوره قويه وفي التزام تام من جميع الفنادق، والبروتوكول اللي طلع العام الماضي بالتنسيق بين وزارتي السياحة والصحة بيتم الإشراف عليه بصورة جيدة ومتابعة دائمة من الوزارتي، وأعتقد أن دي حاجة مهمة جدا لوضع الفنادق دايما تحت إشراف مهم. الحاجة الثانية اللي أحب أذكرها طبعا تطعيم القطاع الفندقي بمحافظة البحر الأحمر بالكامل أو نسبة كبيرة منه عشان نكون دقيقين في المعلومة. فدي طبعا حاجة مفيدة جدا ومهمة جدا لطمأنة السائح سواء المصري أو الأجنبي اللي جاي إن العاملين في الفندق كلهم واخدين تطعيم الكوفيد 19. إحنا دلوقتي بنتبع أعلى معدلات الإجراءات الاحترازية
زي ما قلت لحضرتك من ساعة لما النزيل ينزل من المطار لغاية لما يوصل الفندق صورنا كل الكلام دوت ووفقا برضه لتعليمات الإدارة السياسية. احنا الحمد لله معظم العاملين في السياحة بل يكاد يكون أكثرهم تم تطعيمهم ضد كوفيد 19، وانا شايف ان دي خطوه ايجابيه جدا ورساله لكل سائح جاي مصر اللي هو كده كده هيبقى امن في المكان اللي هو نازل فيه او اذا كان في المطار او في مع سواق التاكسي. الحمد لله الناس كلها اخذت التطعيم، فدي رساله طمأنينة، واظن احنا في الفتره الجايه ان شاء الله يبقى عندنا معدل سياحه ان شاء الله نرجع لما قبل سنه 2010 ان شاء الله، ونبقى أحسن وأحسن إن شاء الله. هذا إلى جانب الخطط التدريبية المستمرة للعمالة لتصل بها إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمة. التدريب اللي تم للقطاع في الموظفين في قطاع الفنادق بصورة كبيرة ابتداء من مايو 2019 إلى الآن، يمكن توقف شهرين في فترة الكورونا والغلق التام، لكن بعد كده رجع وتم رفع كفاءة الموظفين من ناحية التعليم والتدريب المهني بحيث ان هم يكونوا على مستوى جاهزين لأداء افضل مستوى خدمة مرجو. تعطي مقومات الجذب السياحي أهمية للسياحة في أي دولة وتمنحها التفرد والامتياز عن بقية البلدان، وتعتبر مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي بين دول العالم، وذلك بسبب كنوزها السياحية متعددة الأوجه وكذلك الطبيعة الساحرة. فلقد وهب الله مصر جمال الطبيعة التي تسحر القلوب ببحرها الأحمر الغني بثرواته البيئية. الزوم بيوصل عندنا بنوفر له حاجات تانية غير الخدمات، غير حمامات السباحة بنوفر له سفاري، عندنا وادي الجمال، عندنا رحلات سفاري في الصحراء، في السفاري ممكن يروحوا بيتعمل لهم مع العرب هناك، بيتعمل لهم شوي وقاعد عربي في منتهى الجمال. احنا من احلى المناطق كدايفنج، فعندنا التورتل هاوس او محمية السلاحف ومحمية الدولفينز قريبة مننا، عند منطقة اسمها ابو دباب. كل الحاجات دي بتتوفر، زائد السنوركلينج، انت لو نزلت من غيرها ان انت لو بتعرف تعمل دايفنج او بتخاف من الدايفنج، انت مجرد تلبس النظاره وتعمل سيرفنج هتشوف جمال الطبيعه اللي هي في الميه، جمال الشعب المرجانيه، جمال الاسماك اللي موجوده عندنا اللي ربنا حبانا بيها بخلاف جمال الحياه. واهم تلك الكنوز السياحه الثقافيه، حيث ان مصر زاخره بالحضارات القديمه، هذا الى جانب المنتج السياحي الثقافي القديم، وقد تم تراكم هذه الحضارات في تراث انساني فريد من نوعه يعبر عن الحياه المتنوعه والغنيه للمصريين، مع انماط مميزه من الطبيعه والسلوكيات والعادات والتقاليد التي تعد نقطه جذب سياحي واحده. وزارة السياحة ووزارة الآثار المجتمعيين استحدثوا مقاوم جديد ما كانش موجود في البحر الأحمر أو في الغردقة بالأخص، وهو المتحف الغردقة، وده تم افتتاحه السنة اللي فاتت، وده بيجمع كمية كبيرة من الآثار اللي كانت متواجدة موجودة في الأقصر أو أسوان أو كمان كانت موجودة في القاهرة. علاوة على تفرد مصر في العديد من المجالات الجاذبة للسياحة، من أهم النقاط اللي احنا اشتغلنا عليها في الفترة اللي فاتت طبعا الدعاية عن طريق عمل ايفنتات كبيره تسمع في العالم كله. حضرتك عارف ان احنا مصر نظمت بطوله العالم لكره اليد تحت اجراءات العالم كله، شهد الحمد لله بنجاح مصر في الفتره اللي قضى فيها عندنا حوالي 22 فريق من مختلف دول العالم، وبتهيالي التجربه المصريه دي اخذتها كل الدول دلوقتي وشغاله عليها. برضو في الغردقه هنا بتكلم على المحافظه اللي احنا موجودين فيها والبلد اللي احنا شغالين فيها، اوريدي نظمنا اكتر من فعاليه كبيره جدا، يعني احنا في شهر مارس اللي فات نظمنا ميس ايكو تينز اللي هو ملكة جمال مراهقات على مستوى العالم ومشاركة 22 دولة على مستوى العالم، والحمد لله ده اتصور لكل الدول العالم اللي كانت مشاركة واللي ما كانتش مشاركة. المسابقة اللي زي دي كنا معظم المشاركات اللي كانت موجودة في المسابقة دي كانت كل يوم ديلي بتنزل بتشير فيديوهات عن جمال مصر وجمال الطبيعة بتاعتها وجمال اللي انت تبقى موجود في بلد زي مصر بالجو بتاعها الجميل والشواطئ بتاعتها والسياحة الجذابة اللي فيها. استخدمنا الحاجات ديت از ماركتنج مع كل شركات السياحة، وهم اوريدي البنات كانوا حابين يعملوا حاجة زي كده.
زيارة السائح لمصر مهما كان هدفه هي زيارة مليئة بالمتعة والإثارة والاستفادة.